بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على كيس ستادي ازاي هنطبق البيم في الام اي بي في كهروميكانيكا، ودي كنت قلتها في مؤتمر البيم ايجيبت داي. ونشكر طبعا كل الناس اللي اشتغلت على تنظيم المؤتمر دوت، حاجه كويسه والحمد لله، يعني بشرة خير ان شاء الله تتعمل كل سنه. طيب الجزء الاول، ايه الفوائد اللي عدت علينا في المشروع دوت، المشروع اللي احنا هنناقشه دلوقتي في الجزء بتاع الام اي بي؟ يعني مش هنشوف المعماري ولا الانشاء، هنركز بس على الام اي بي في المشروع ده. يعني ممكن يكون في فوائد تانية في مشاريع اخرى ما نرجعوا بيها المشروع دوت في الام اي بي. ايه اللي احنا استفدنا منه؟ اول حاجة، احنا بقى عندنا مجسم للتكييف، مجسم للبلامنج، مجسم للفاير بروتكشن، ومجسم او موديل للالكتريكال، وعملنا انرجي اناليسيز، وقدرنا نعمل انترفيس تشيك، قدرنا نشوف المشاكل اللي بينهم والكلاشات اللي بينهم وبينهم وبين الانشائي وبينهم وبين المعماري، فقدرنا نحصل على حاجه نقدر ننزل نطبقها في الموقع على طول، مش بعد ما ننزل نكتشف ان في ضغط خبط في بايب او خبط في كيبل تري، لا، بس المشاكل كلها محلوله. تمام. الحاجه برضو الكويسه الانتجريتد ديزاين، بقى في التكامل بين السيستم وكل حاجه، في تبادل للمعلومات. تمام. يعني في بقيه المشاريع اللي قبل كده كان المعماري بيكون عامل الموديل بتاعه او الشغل بتاعه، بس انا مش قادر افهم هو عامل ايه. يعني لما بنكون مثلا شغالين كاد او عامله ماكس، ما بقاش متخيل دي معموله ازاي، ممكن يكون هو في دماغه حاجه وانا مش متخيلها، بقدر افهمها على اخر مشروع. لا، دلوقتي في اي وقت ممكن اخد سيكشن، ممكن اشوف حاجه 3D فافهم هو عايز ايه، ويبقى في تبادل للمعلومات. الديزاين كواليتي بقى افضل في المشروع دوت، بدانا نشوف اكتر من تصميم، وبدانا نختار بينهم، وبدانا نشوف ايه المشاكل اللي موجوده. ممكن يكون في تصميم هيبقى فيه مشكله من ناحيه اخرى وانا مش واخد بالي، فهو بدانا نفهم وبدانا نستوعب التصميم وبدانا نستوعب المشروع بطريقه افضل. والانتاجيه زادت، بدانا نعمل حاجات كتير جدا زي موضوع السي اف دي مثلا عملناه، في الاناليسز لللايت، يعني في حاجات كتير جدا استفدنا منها. في اي وقت بقدر اخد سيكشن مثلا في منطقه معينه واشوف اذا كان الشغل بتاعي هينفع ولا هيبقى فيه مشاكل، مفيش مساحه مثلا. التعاون بقى افضل بكتير. تمام. يعني في مشاريع قبل كده كنا عملناها او يعني كانت موجوده، كان مثلا المعماري بيعملها بيم والانشاء بيعملها بيم والكهروميكانيكا ما بيعملهاش بيم، فما كانش في استفاده كامله للموضوع. فالمشروع دوت كان في استفاده كامله، ومشاريع قبل كده يعني كان في استفاده كامله لما التلاته اتكاملوا مع بعض وكل واحد عمل موديل وتبادل المعلومات. انما ان حد يعمل الموديل وبعد كده يبعته للتاني كاد والتاني شغال عليه كاد، امر مش منطقي. بيبقى احنا دخلنا في حاجه اسمها ليتل بيم، يعني بيم محدود. انما البيج بيم او البيم ذو القدرات الفائقه، ان كلنا شغالين بيم وكلنا تبادل المعلومات مع بعض. تمام. الفوائد برضو ان احنا عملنا السكادولات كلها من قلب الموديل، فطلعت المعلومات دقيقه. السكادول كان معمول في التمبليت من الاول، فكان السكادول فاضي، فمجرد ان هو بيبدا يحط تبدا تحط المكنه بتاعتك تلاقي ظهر عندك في السكادول بتاع المكن، تبدا ترسم ضغط يظهر عندك اوتوماتيك، تبدا ترسم البايب يظهر معاك اوتوماتيك. فالموضوع بقى سهل جدا وبسيط، وبقى ما خدش وقت. يعني كان بقى في وقت زمان للرسم ووقت للحصر، لا، الحصر ما بقاش له وقت خالص. برضو عملنا 3D كلاش اناليسيس، بدانا نشوف الكلاشات وبدانا نحلها، استعنا في الاول بالريفت وبعد كده النفس وركس. بدانا نعمل لوكس روف قلب المشروع بحيث نبدا نشوف بعينينا اذا كان في مشكله ولا لا. يعني ممكن وانت ماشي تلاقي بايب طايره كده في الهواء، فتعرف ان في هنا مشكله تبدا تحلها، تلاقي كيبل تري مثلا نازل تحت السيلينج. فالمشاكل دي كلها بقينا نحلها اثناء التصميم. الفور دي ان انا بشوف الحاجه وهي بتتبني، ودي ليها فوائد كتير جدا لحصر لها، منها ان انا اعرف ايه المهمه اللي قبل ايه. يعني ممكن مثلا عايز ادخل مكنه جوه غرفه فابني الحيطه وابني الباب، وبعد كده ادخل المكنه الاقي المكنه اكبر من الباب فاضطر ان انا اكسر، لا، بعرف ايه اللي هيبقى قبل ايه. وانا برضو لما بعمل الفور دي ببدا اشوف وافهم
الجدول الزمني، يعني الجدول الزمني سواء معمول بالبوانفيرا او الام اس بروجكت بيبقى نصوص وارقام، فممكن الواحد ما يكونش مستوعبها. تمام. لا دلوقتي بقى الموضوع سهل الاستيعاب. برضو من الفوائد موضوع التكلفة، ان احنا قبل ما نبدأ المشروع عارفين التكلفة تبقى قد ايه بالظبط. التكلفة بمعنى مش مجرد الباب هيكلف كام، لا الباب هيكلف كام والصناعية بتاعته هتكلف كام والتركيب بتاعه هيكلف كام. الحاجات دي كلها كنا عارفينها والحمد لله قدرنا ناخد المشروع بسبب ان احنا في تقدير جيد للتكلفة. لو قلنا مبلغ قليل فخاطرنا ان احنا ما يبقاش في مكسب من المشروع، ولا قلنا مبلغ كبير فطار مننا المشروع وراح حد تاني. لا كنا عارفين المشروع ده هيكلف كام، ودي من ضمن مزايا ان انت تشتغل بالبن. برضو اللايت اناليسيز، عملنا تحليل للاناره في المشروع دوت. الاير فلو اناليسيز والسي اف دي كانت كنا هو بيتعمل على برنامج تاني بس كنا بياخد وقت ان انا اقعد اعمل الموديل ده على الاناليسيز. لا دلوقتي بقى خلاص بقيت اعمل الموديل على اي برامج من برامج البيم. احنا اخترنا ريفت لاسباب معينه خاصه، وبعد كده نروح مصدرينه للاناليسيز او سي اف دي او اي برامج من برامج التحليل. كان من زمان انت مش قادر تعرف حجم المكنه قد ايه بالظبط، فعندك بلوك جاهزه بتحطها او انت بتروح مفترض حجم اكبر. تمام. او ممكن تفترض حجم صغير في الاخر تكتشف ان المكان مش هيقضي، فبقينا بنحمل الفاميلي مباشرة من الشركة نفسها، فبتيجي بالحجم بتاعها فعلا اللي هتنفذ في الموقع، فده سهل علينا كتير جدا. برضو من الحاجات التانية اللي فادتنا في المشروع دوت موضوع المسافة بين السيلينج والسقف او المسافات عموما. في الاول ما كنتش واثق محتاج قد ايه، فقول انا محتاج متر، طب خليها متر ونص احتياطي بدل ما اتزنق في تركيبات وحاجات زي كده. لا دلوقتي بقينا نركب فعلا في قلب الموديل ونكتشف المسافه قد ايه بالظبط. تمام. وما نطلبش من المعماري غير المسافه بس اللي احنا محتاجينها. تمام. موضوع الفابريكيشن، المفروض الفابريكيشن ده في الشوب دروينج وفي التنفيذ، بس احنا احتاجناه واستعنا بيه لان هو في بعض الحاجات كنا محتاجينها زي سبوي، زي يعني في بعض المكونات ما كانتش موجوده في البرنامج قدرنا ناخدها من الفابريكيشن. لو فتحت سيستم هتلاقي فابريكيشن بارت هتظهر لك تبدا تحمل الحاجات اللي انت عايزها. فاحنا فعلا في المشروع احتاجنا بعض المكونات خدناها منه. من الحاجات الكويسه برضو ان هو بيقلل الهيليك، يعني في حاجات كتيره كانت بتركب وبعد كده تتهد والحاجات دي كلها. لا دلوقتي خلاص بقينا معانا تصميم كويس ومتاكدين ان مفيش كراشات بينه وبين الانشائي، مفيش كراشات بينه وبين بعض، فبيركب في المشروع بيقلل الهالك. وبعدين جاست ان تايم، ما بناخدش وقت وما بنضيعش وقت في الحاجات ديت، فبنوفر وقت وبنوفر فلوس. ومن اهم المزايا هي لسه محققش بس احنا مخطط لها من البدايه خالص، ان المالك ياخد الموديل ده ويشتغل بيه لتشغيل المبنى، تشغيل المبنى والاوبريشن، وان هو يعمل سكيورتي، ان هو يعمل يبقى متحكم في كل حاجه في المبنى اثناء التشغيل. تمام. لو احنا قلنا ان احنا في مرحله الديزاين وفرنا دولار، ففي مرحله البام او البيلدنج اسمبلي وفرنا 20 دولار، ففي مرحله تشغيل بيلدنج اوبريشن هنوفر 60 دولار. فالفائدة الكبيرة لان فترة اطول طبعا تشغيل المبنى اطول من فترة التصميم او اطول من فترة البناء، بتقدر تتحكم اكتر وتقدر توفر كتير اثناء التشغيل. طيب ندخل بقى في المشروع ونبدأ نشوفه. ده المشروع اهوت، ده معمول في منطقة اسمها اللوسيل. منطقة اللوسيل دي من 4 5 سنين كانت صحراء، مكانش فيها اي مباني خالص غير يمكن كام كشك كده صغيرين، حاجة بسيطة خالص. تمام. فدلوقتي ده المشروع ده هيبقى موجود هناك، ده وفي مشاريع كتيرة جدا جدا في المنطقة، خلاص بقى في منطقة حيوية. ده عبارة عن 3 بيزمنت كل واحد فيهم 21,900 متر مربع، الجراوند بمساحة 7200، وعندنا زي ما انت شايف برجين اهمت. البرجين دول 21 دور و34 دور، وعندنا هتلاقي الميكانيكال فلور وده التيبيكال فلور. تعال نبص، ده الفنتليشن، ده الموديل بتاع الفنتليشن، ده الموديل بتاع التكييف، ده موديل الكهرباء، ده موديل فاير فايتنج، ده موديل الدرينج،
تمام. كل الموديل من دول قدرنا ناخد منه اسكادولات، الاسكادولات معموله من قبل كده فما خدتش وقت اثناء الشغل. الدروينج قدرنا نطلع بالنات سكاشن الفيشن ديتيلز 3 دي فيو، في بعض الحاجات احنا بعتناها فعلا للمالك او للمقاول 3 دي فيو. اناليسيس عملنا اير فلو، عملنا الشادو، عملنا الكلاش، السيرتيفيكيشن، كل الحاجات دي قدرنا نطلعها من الموديل وكلهم معلومات مطابقه، ما فيش هنا معلومه مختلفه عن هنا. طيب عشان نعمل الموضوع ده كان لازم يبقى في نظام الاول، لان في ناس كتير بدات البيم وفي الاخر بتلاقي في مشكله الموضوع مش ماشي. فاحنا اهتمينا قلنا اهم العناصر الموجوده ونبدا نهتم بيها، البروسيسز، الانفورميشن، الاستراتيجي، الانفراستراكشر، اليوسز، البيرسونال. الاستراتيجية لازم يكون عندنا استراتيجية هنشتغل ازاي، البيم يوسز ايه اللي انت عايزه من البيم دوت، هل انت عايز حصر، عايز 4D 5D، البروسيسز ايه العمليات اللي هتبدأ، مين اللي هيبدأ قبل ايه، مين اللي هيحط اللايتنج، مين اللي هيحط كذا، بنبدأ نحدد كل حاجة هتتعمل ازاي. يعني على سبيل المثال مثلا مين اللي هيحط الحاجات اللي تحط على السيلينج زي اللايتنج، زي السبرينكلر، زي الاير تيرمينال، ممكن المعماري يحطهم ويتأكد ان مفيش بينهم كلاشات وان هم متوزعين زي ما هو عايز كديكور كانتينر ديزاين، وبعد كده انا اسحبهم عندي في الموديل بتاعي او انا احطهم عندي هو يسحبهم وبعد كده يقول له نزيح. فبنتفق على الاستراتيجية المثلى وممكن تختلف من مشروع لمشروع. المعلومات ايه المعلومات اللي احنا هندخلها في المشروع دوت، الانفراستراكشر، الهاردوير، السوفت وير، النتورك، واهم حاجة الاشخاص اللي هيشتغلوا. وعشان كده ادينا كورس في الداينامو، بدأنا نرفع مستوى الناس. يعني في المشاريع اللي كده اديناهم كورس ريفيت، في المشاريع اللي بعد كده اديناهم حاجة تانية نفس وركس، بعد كده في المشروع دوت اهتمينا بان هم يبقوا عارفين داينامو عشان نوفر الوقت في الشغل. فمن حاجات مهمة جدا ان انت تبقى عارف انت شغال في اي مستوى. في مستوى اسمه ليفل زيرو، ده اللي هو الناس ترسم خطوط واقواس وحاجات زي كده بس مفيش كود ومفيش سيستم، ده ممكن تكون شغال على كاد او بيبر. في مرحلة ليفل وان ممكن تكون انت شغال في كود موجود وانت شغال 2D و3D بس ما بتتبادلوش المعلومات مع بعض. يعني ما تبادلوش المعلومات مع بعض، يعني بتعمل موديل معماري وبعد كده تصدره الكاد او بي دي اف او اي حاجه تانية وتبعته للانشائي او للكهروميكانيكال، فده مش موديل كامل. الموديل كامل في ليفل 2 اللي هو بيبقى انت عندك كذا موديل وتتبادلوا مع بعض او انتوا كلكم شغالين على موديل واحد. في حاجه تانية بين ليفل 3 لسه ما حدش وصل لها، ان كل الشغل يكون موجود على نفس الملف، يكون ال 4D وال 5D والاناليسيز والسيموليشن وكل الحاجات دي على نفس الموديل، ده لسه ما حدش وصل. طيب في المشروع دوت عملنا موديل معماري وعملنا موديل انشائي. الامانه الاركتكشر ما كانش موديل واحد، كان يمكن 20 ملف ريفيت وربطناهم ببعض. الاستراكشر اتقسم لثلاث اقسام حسب يعني مثلا البرج دوت كان فيه حاجات في الانشائي داخله في الادوار اللي تحت، خلاص ده مدام متكاملين مع بعض خلينا في موديل لوحده. وبعد كده الام اي بي قسمناهم، خلينا واحد للووتر، واحد للدرين، واحد اللي تشفك، قسمناه قسمين، قسمنا فنتليشن واي سي لوحده والفاير لوحده والكهرباء اتناشنا فيها كتير، وبعد كده خلينا الكهرباء كله في موديل لوحده. طيب اول حاجه لازم نبدا بيها المشروع، اول حاجه بدانا بيها المشروع فعلا، ده كلام حقيقي مش نظري، ان احنا قعدنا مع المالك وشفنا هو عايز ايه، الاي اي ار امبلويرز انفورميشن ريكويرمنت. بعد شفنا هو عايز ايه بدانا نشوف هننظم شغل ازاي. عملنا اربع فولدرات، ورك اون بروجريس ده فولدر انا بشتغل عليه بس بقيه الاقسام ما تقدرش تشوفه، معماري وانشائي مش شايفه. الشيرت لما بخلص شغل وافحصه بروح احطه هنا، تقريبا الموضوع ده بيتم مره كل اسبوع، ولو المشروع فترته صغيره بنخليها مرتين كل اسبوع. طيب الشيرد هنا شايفين بعض وشغالين مع بعض، خلاص الموديل اللي عملناه وكويس نقدر نبعته للملك، اه خلاص حطه في الببلش عشان تقدر تبعته سواء للسبلاير او للملك. وكل فتره بنبدا نعمل اركايف، بنبدا ناخد نسخه على جنب كده، تمام. فده اللي احنا قلنا ان انا شغال هنا في الموديل دوت بس من المعماري والانشائي مش شايفيني، لما بخلص بحطه في الشيرت بحيث ان هما التلاتة يبقوا شايفيني.
طيب اللي حصل ان المعماري خلص الموديل وبعته لي، فانا ما ينفعش اقول للناس الشغل عليه على طول، لا لازم بفحصه قبل ما ادهنه، بعمل فحص لكل العناصر، لان ممكن يكون هو مثلا معرف الحيطه دي انها مثلا فلور مثلا على سبيل المثال، فتلاقي الناس قاعده على الحيطه، فانت بتبدا تفحص الليفل والجريد والسيلينج، او غالبا المعماري بيعمل السيلينج اللي هو الافقي وما بيعملش الرأسي، فما تقدرش تحط الشغل بتاعك، بفحص الموضوع ده واتاكد منها. دي من ضمن الحاجات اللي الواحد بيحاول يتاكد منها على طول. البلونج فيكتشر غالبا هو بيحط بلونج فيكتشر ما فيهاش كونكتور، فانا بركب الكونكتور او اقول له يركب الكونكتور او اقول له لازم تركب الكونكتور. وبرده من ضمن الحاجات اللي حصلت ان هو بيعمل ميرور، فما بياخدش باله ان لما بيعمل ميرور اليمين بيبقى شمال والشمال بيبقى يمين، يعني تيجي تفتح الحنفيه ساعه لما هي سخنه نازله لك في قلب الريفت، تمام. فاحنا نبينا عليه الموضوع دوت ان هو ممكن ياخدها روتيت ما ياخدهاش ميرور. انا زي ما بقول لك دي حاجات عملي احنا تورطنا فيها، تمام. فبدانا نشوف كل عمليه من العمليات ايه اللي احنا نهتم بيه. ما ينفعش اكون انا في الكونسبت ديزاين واروح ابدا اظبط الموديل واحط التفاصيل والحاجات دي كلها، لا. في الكونسبت ديزاين انا مركز على ان انا افهم الملك عايز ايه، ان انا اعمل بيم اكسكيوشن بلان، ان انا اعمل الكونسبت، ان انا اجهز التمبليت بتاعي. يعني ما بعملش موديل خالص 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 في المرحله ديت، الا لو انا محتاج حاجه معينه، طلب مني حاجه معينه، بس هو في الغالب بيكون بس ايه اعدادات. بحاول اشرح الفكره. الاسكيماتيك ديزاين ببدا اعمل اسكيماتيك دروينج، ببدا اعمل نموذج مبدئي بناء على المعماري. ما ينفعش الناس بقى المعماري يكون هو لسه بيفكر في حاجه وانا دخلت في تفاصيل التفاصيل، مش داخلين سبق. يعني في راجل بوليس بيجري وحرامي سبقه، لا، احنا المفروض ان في هدف قدامنا. الديتيل ديزاين ببدا ادخل شويه تفاصيل اكتر، ببدا ادخل ديتيلز، ببدا اعمل الكلاش ديتكشن. مرحله الكونستراكشن ببقى مركز على موضوع الار اف اي ومركز على الشوب دروينج. مرحله الاسبلت بخلص، بنخلص بنستخدم ليزر سكان ان انا اعمل موديل واقارن بينه وبين شغل شوب دروينج. وبعد كده في فاسيلتي مانجمنت ببدا ان انا اشتغل على الاسبلت وابدا اعمل ادير المشروع. لازم اهم حاجة عندي ان انا اكون معرف ايه الحاجات الاساسية، الاهداف اللي انا عايزها من المشروع. كل مرحلة من المراحل بيبقى ليها اهداف معينة، فببقى مركز ايه الاهداف اللي انا عايزها، تمام. يعني في مرحلة البيان بيبقى عندي اهداف معينة زي كوست استيميتنج، عايز اعرف التكلفة تبقى قد ايه، عايز اعرف السايت اناليسيز. الديزاين بيبقى انا عندي مركز على موضوع الانرجي اناليسيز، مركز على الليد. في الكونستراكشن بننفذ، فبركز على الفابريكيشن. الاوبريت بركز على الاسيت مانجمنت. المهم ان انا وانا ببدا هنا اكون عيني على الاخر خالص، ابقى عارف ايه اللي انا عايز اوصل له، تمام. مش هاجي اوصل هنا وبعد كده اقول لا ده انا محتاج ملف الكوبي فابدا اعيد الشغل تاني. دي بعض الصور من بعض الاكواد للاستخدامات. ببدا احدد ايه اللي هيبقى قبل ايه، مين اللي هيسلم لمين، مين اللي هيعمل ايه، الفور دي عشان يتعمل مين اللي هيسلم لي الحاجات ديت، تمام. فببدا احدد الاهداف واحدد الخطوات، اقول مثلا ده هيعمل الموديل هنا وهيسلمه لفلان وفلان. فالخطوات دي عملنا كذا واحده من دول بحيث ان احنا نحدد الخطوات بتاعتنا في التنفيذ هتبقى عامله ازاي. وبعد كده ببدا اطور المعلومات بتاعتي، كل المعلومات اللي انا محتاجها ببدا اكتبها. وبعد كده بقول مثلا اذا كان عندي في مشكله في الهاردوير او السوفت وير ببدا اعمل ورقه بحيث ان انا اقول انا محتاج ايه عشان ابدا اشغل بطريقه افضل. طيب دي ورقه كويسه جدا لو انت عايز تعرف المالك عايز ايه، فبتقول له انا ممكن اطلع كل الحاجات دي من البيم، هل انت محتاجهم ولا مش مركز؟ يعني هو ممكن يكون اصلا مش فارق معاه التكلفه فيقول لك لا الغي لي الحاجات ديت انا مش عايز الموضوع ده، مش فارق معاه مثلا الوقت، او هو تركيزه كله على الوقت، او هو تركيزه كله على موضوع السستينابيلتي، تمام. فانا بقول له لو انت عايز السستينابيلتي مثلا يبقى انت في حاجات بالنسبه لك اساسيه ما تقدرش تشيلها، تمام. فهنبدا نشوف الحاجات ديت، مثلا البيلدنج سيستم اناليسيز، الكوست استيميتنج اند مانجمنت، الديزاين، الانرجي اناليسيز، الدروج جنريشن. بنبدا نشوف ايه الحاجات الاساسيه اللي هو لازم يعملها عشان يطبق. ممكن يكون هو مش مهتم بالسستينابيلتي، مهتم بالديزاين مانجمنت، فاشوف ايه الحاجات المهمه بالنسبه له. فالبرد كويسة بحيث نبقى فاهمين ايه اللي مطلوب بالظبط، لان لو اعلم على كله هتكلفة زيادة، انما لو هو اختار وشاف ايه الحاجات اللي هو مهتم بيها والحاجات اللي مش مهتم بيها ده هيكون افضل، تمام. طيب بعد ما عرفنا الاي اي ار، في حاجة اسمها البيم اكسكيوشن بلان، ده العقد اللي بيننا وبين
المالك او يعني الاتفاق اللي بينه وبينه. العادي بيبقى هنا، ففي بيم اكستنشن بلان بتبقى قبل وفي بيم اكستنشن بتبقى بعد. بنبدأ نكتب فيها كل موديل مين المسؤول عنه، لو حصل مشكلة ايه اللي يحصل، انا هسلمك الموديل عبارة عن ايه، يعني هسلمك اوتوكات ولا بي تي اف ولا ايه، ايه الحاجات المطلوبة الاساسية، ايه الحاجات الاي اي ار المطلوبة. بعد ما بنتفق وخلاص مضينا العقد، بنتفق على ماستر انفورميشن ديليفري بلان، يعني مراحل التسليم. يعني هقول لك مثلا بعد شهرين هسلمك كذا، بعد 3 شهور سلامك كذا. كل ما توافقنا على كل ما ابعت لك حاجه وتدي لي ابروفال، ندخل على المرحله اللي بعديها. طب انا بعت لك حاجه وما وافقتش عليها، اعمل تعديلات وبعد كده نخش في المرحله اللي بعد كده. طيب البيم اكسشن بلان اهم حاجه بالنسبه لنا ان هي تكون واضحه، ما يبقاش فيها رغي كتير، لان الرغي كتير ممكن يخليني ما اقراهوش. لما تديني واحد بيم اكسشن بلان 500 صفحه مش اقراهم، تمام؟ لما اكون حطيت لي بقى التفاصيل والليارات وي وي مش هقراهم. انما المفروض ان انت مثلا لو في حاجه مثلا زي ال ال او دي، تقول مثلا ال ال او دي المرجع بتاعنا كتب كذا، خلاص خلصت في نص سطر، ما تقعدش ترغي وتكتب حاجات كتير قوي. فانا متفق مثلا هسلمك كاد ولا بي دي اف ولا ار في تي ولا ان دبليو اس ولا دي دبليو اف. ده هنا مثلا مرحلة البري ديزاين هيبقى ال او دي 100 درجة تفاصيل. بعد كده السكيماتيك هنبدأ نخش في درجة تفاصيل اكتر، الديزاين ديفلوبمنت درجة تفاصيل اكتر، كونستراكشن دوكيومنتس هنخش ال او دي 350، الكونستراكشن ال او دي 400، الاسبلت هيبقى ال او دي 500. طيب بعد ما بنعمل اي اي ار، دي اهم النقط اللي موجوده في الاي اي ار، ليفل اوف ديفينيشن، تريننج ريكويرمنت، لو هو محتاج تدريب، لو هو محتاج اجهزه معينه، لو هو محتاج ناس معينين. بعد كده بنعمل بيم اكستنشن بلان البري كونتراكت، يعني قبل ما نبدا العقد بيبقى فيها بعض المعلومات. لو مضينا العقد بندخل في تفاصيل اكتر ويبقى بوست كونتراكت. طيب لما المشروع جه كنا احنا جاهزين بالتمبليت بتاعه موجود معانا، تمام؟ فحطيناه على طول فبدانا نشتغل بيه. حطينا المشروع دوت في المكان بتاعه فاضي خالص، وبعد كده كتبنا المعلومات، وبعد كده عملنا لينك مع المعماري والانشائي، وبعد كده اتاكدنا من ان هو نزل في النقطه بتاعته مظبوطه، وحملنا الفهم اللي احنا محتاجينه للمشروع دوت. يعني هو اصلا وانا في المرحله ان انا بعمل الفكره وكده مجهز انا شويه فاملي، عرفت ان ايه الفاملي اللي انا، يعني المشروع ده هيبقى ايه اللايتنج اللي هيبقى موجود فيه، المشروع ده تكييف مركزي ولا اسبلت. بنبدا نحط الفاملي دي تبقى على جنب ونبدا نحطها. بعد كده بعمل كوبي مونيتور للحاجات اللي انا محتاجها زي الليفل زي البلانج فيكتشر، وبعد كده بنبدا نظبط الفيوهات والشتات، وبعد كده نبدا نعمل ورك شيرنج عشان نشوف فريق العمل اللي هيشتغل، وبعد كده بنعمل موديلنج. وطول ما احنا شغالين بنعمل فحص للموديل بتاعي سواء المعماري والانشائي والكهرباء ميكانيكال، بنعمل فحص في فحص اسبوع كده قبل ما انا اعمل بابلش، بتاكد من كل حاجه سليمه، بتاكد ان مفيش فاميلي موجوده وما استخدمناهاش، مفيش حاجه خبطه في حاجه، مفيش اسكادول محطوط غلط، مفيش حد عمل حاجه وملهاش لازمه. بنبدا نفحص كل الحاجات دي متاكد منها، ومن الدروس المستفادة بقى من المشروع دوت، ده الجزء الثالث. الحاجات اللي احنا استفدنا منها ان انت قبل ما تبدأ اي حاجة لازم تعمل تقييم، تمام؟ واحنا سألنا بتقييم بتاع دكتور بلال سكر وعربناه في مجلة بماربيا، ان انت بتعمل تقييم لكل حاجة في المؤسسة، بتعمل تقييم للأشخاص، للأجهزة، للسوفت وير، للمعرفة، للنتورك، لكل حاجة. وبعد كده بتحدد انت موجود في انهي مستوى، ايه الحاجه، كل واحده فيهم بتبقى مستويات، فبتشوف ايه المستوى اللي انت فيه وايه اللي انت محتاجه عشان تطلع لمستوى اكتر. فمثلا الاجهزه، ممكن يكون انت اللي عندك الاجهزه مشكلتها انها من اكتر من مكان، يعني ده مثلا ابل وده مثلا ويندوز وده يعني ده مثلا ده لينوفو مثلا وحاجه تانية مثلا اتش بي، فما فيش تواصل كويس بينهم، بتلاقي الكفاءة قلت ليهم كلهم. انما لو كلهم نفس الحاجة بتبقى افضل. ممكن يكون انت عندك الاجهزة كلها كويسة، بس المشكلة ان ده ويندوز 7 وده ويندوز 10 وده ويندوز 8، الكفاءة بتقل. ممكن يكون عندك المشكلة في النتورك، الشبكة نفسها، الكابلات نفسها فيها مشكلة، فتبدأ تشوف ايه المشكلة بحيث ان الجهاز بتاعك يبقى شغال كويس بكامل طاقته. فاحنا بدأنا عشان نشوف موضوع السوفت وير والهاردوير والدوكمنت مانجمنت سيستم، طريقة حفظ الملفات.
سوفت وير مثلا، بدأنا نقسمهم البرامج اللي هي بتعمل الموديل، والبرامج اللي بتراجع، والبرامج اللي بتعمل كوردينيشن، والبرامج اللي بتعمل اناليسيس. قسمناهم بدأنا نشوف انهي برنامج اللي هنستخدمه. فاحنا هنا مثلا اخترنا الريفت لان هو معماري وإنشائي وكهروميكانيكال مع بعض، تمام، ولان هو بيعمل شويه امكانيات كويسه زي 3 دي موديلنج، زي سولار ستادي، زي الوكس رو، زي شوب دروينج، زي السكادول، الكوست استيميشن. فعشان كده اخترناه. وبعد كده في الاوتوديسك نفس وركس عمل لنفسنا، او الابحار او الاعمال الكبرى استغلنا ان احنا عملنا 4D، وعملنا الكلاش ديتكشن، عملنا برضو الحصر، الريندر، الانتراكتيف موديل، الانيميشن، اليوكوتكت عشان نعمل تحليل لظروف البيئة في المكان، بيلدينج فورماس سيميليشن، جرين بيلدينج ستوديو، واستخدمنا انسايت 360، واستخدمنا الفزاري، برنامج قوي جدا. برضو اللي ساعدنا في تطبيق البيم ان كان في اتفاق بيننا وبين الاداره ان احنا نستخدم مشروع، يعني مش دوت في قبل كده، يعني ان احنا نشتغل على مشروع صغير جزء من التيم مش التيم كله، لما بيخلصوا المشروع من A لزد، يعني قدروا يخرجوا منه البي دي اف ويخرجوا منه الدبليو جي ويسلموه، يقدروا بعد كده يخشوا على مشروع اكبر ويقدر الناس تانية تدخل معاهم، ومكافأة للناس اللي شغالة كويس طبعا ما حصلش، ويكون في أهداف واقعية. يعني مش هنقول إن إحنا من أول مشروع هنعمل كل حاجة بنحلم بيها. يعني أول مشروع كان هدفنا إن إحنا نعمل موديل، ما كانش هدفنا إن إحنا نعمل التحليل للسي في دي أو تحليل اللايتنج والحاجات ديت. محتاج اللي يكون معاك واحد كويس في البيم، يعني بعد ما خلصت المؤتمر كذا واحد يقول لي حاولنا نطبق ومعملناش. طب تعالى نسأل نفسنا، هل كان معاكوا حد خبير في البيم؟ معنى خبير في البيم بقى لو جتنا مشكله نقدر نحلها. يعني احنا واحنا شغالين قبل كده كانت لما تواجهنا مشكله بسيطه ممكن نقعد نخش على النت وندور، وممكن ناخد فيها كذا يوم، انما لما عدينا المشكله دي خلاص اول ما تحصل مشكله بنحلها في ثواني، تمام. وبقى عندنا مكتبه فاميلي، وبقينا عارفين مثلا حاجه مثلا جيت توصل حاجه تانية ما توصلتش، يبقى دي سببها كذا، حاجه اختفت. يعني ممكن مثلا وانت شغال بتبص على الحاجه اللي اختفت، تقعد مثلا اسبوع تلف على نفسك، انما خلاص لو بعد كده هتعرف سبب الاختفاء والظهور والحاجات دي. برضو البيم اكسكيوشن بلان ما تحطش تفاصيل كلها فيه، لان لو حطيت تفاصيل ما حدش يقراها، فانت ما تقعدش تخش في تفاصيل دي هتتبع ازاي، والخطوط والسمكه بتاعت الخطوط دي. يعني لا، لازم يكون في قدر معين من المعلومات بتتحط فيه، زي مثلا فاميلي نيمينج، ما تقعدش تاخد مثلا 50 صفحة في ان احنا هنسمي الفاميلي ازاي، لا قول مثلا هنسمي تبع الكود اللي هو بي اس 8541 وخلاص، نرجع للكود ده على طول. البيم عشان يتطبق محتاجين ان يبقى فيه تعاون. من اكبر مشاكل يعني السيئه اللي احنا بنسمعها كتير، انا زميلي من الشغل بيلغي لي شغل او بيعمل حاجه زي كده، ولما كلمنا اوتوديسك ما صدقوش، يا اخوانا انتوا شغالين نفس التيم ازاي في حاجات حد بيلغي حاجه لحد؟ لا، لازم يكون في تعاون بينا وبين بعض، ولازم يكون كلنا فريق وكلنا بنشتغل ان احنا نطلع شغل كويس، تمام. يعني احنا في قلب الشركه لازم نتعاون مع بعض، لان اساس ان احنا نتعاون مع الشركات اللي حوالينا، فلو احنا ما تعاونش مع بعض كويس يبقى الشركات اللي حوالينا هتدعي علينا، تمام. بنظبط الكوردينيشن بين كل الموديل، احنا عملنا كذا موديل فلازم كلهم يكونوا متطابقين مع بعض. يعني تخيل مثلا جسم انسان مثلا في العمود الفقري بس، وجسم انسان تاني في الجلد، وفي جسم انسان تاني في الوظائف الداخليه، الكلى والحاجات دي كلها، جيت تركبهم على بعض حطيت دي يمين ودي شمال، مش متطابقين مع بعض، هما لازم كلهم يتطبقوا مع بعض ويكونوا ايه شكل الانسان. الكلاش ديتكشن ده لازم بنتفق عليه مثلا كل يومين او ثلاثه، ما نستناش اخر مشروع، وبنتفق ايه العناصر اللي هنفحصها، وبنبدا جهز زي تمبليت للفحص، وبنعتمد على سوفت وير معين. تسميه العناصر ما ينفعش يبقى في كذا عنصر ليهم نفس الاي دي، لان ده هيعمل لنا مشاكل في الحصر ويعمل لنا مشاكل كتيره في الكلاش.
زي ما قلنا لازم تكون الأجهزة كلها متوافقة مع بعض، لأن لو الأجهزة مش متوافقة مع بعض أو السوفت وير مش متوافق مع بعض أو الأشخاص مش متوافقين مع بعض، فاحنا هنضيع وقت كتير قوي جنب مكنة القهوة على ما نعمل الشغل بتاعنا. تديله أمر وتقعد شوية، لأ لازم تكون كله حاجة واحدة. خطط للينكات بتاعتك، تمام؟ يعني هنا هو المشروع، بدأنا اللينكات موجودة مظبطينها، وده الدور الأول، ده الدور التاني، ده كذا ده كذا، وبدأنا نشوف مثلا هنسحب ايه. يعني ممكن انا اسحب المعماري والمعماري يسحب الانشائي، ولا اسحب المعماري لوحده واسحب الانشائي لوحده. الحاجات دي كلها يعني قعدنا المكتب ايهاف قعدنا نخطط ليها من زمان، بحيث دي تنفع دي ما تنفعش، دي يمين دي شمال، اتفقنا عليها وبدأنا نشتغل عليها. تمام. لو انت مش مخطط للشغل بتاعك هتضيع وقت كتير قوي. يعني برضو بعد ما خلصنا المؤتمر في واحد قال احنا كان عندنا مشكلة، وهي بعد ما عملنا الموديل اكتشفنا ان هو تقيل فبدانا نرسله. لا احنا انفصلنا الشغل قبل ما نبدا، قعدنا مع بعض واتفقنا مثلا معماري، طب الكسوه الخارجيه بتاعت المعماري تقيله، تقيله خلاص خليها في ملف لوحدي. طب المعماري هتقسمه ازاي؟ هقسم كذا كذا كذا. الكهرباء قال انا واثق ان انا شغلي مش هيتعدى كتير، مش هيبقى تقيل، فهبقى كله موديل واحد. بدانا نتفق مع بعض على نظام الشغل قبل ما نبدا شغل. في قاعدة مهمة قوي، ان الحاجات التفاصيل ما تقدرش تشغل نفسك بيها. بمعنى ايه؟ مثلا عندك سبرينكلر مثلا، في تفاصيل كتيرة قوي، وانت لا اختار سبرينكلر بسيط، لان انت لما تتبع مش هيبان تفاصيل. يعني انت مثلا حطيت مخرج هواء، جميل جدا، في واحد بقى يعني يحط شوية نقوش كده على بدل ما هو خط، يعني يحط شوية نقوش ويحط كذا، الحاجات دي بتقل، لان هو بيعمل حسابات عددهم كتير، في 500 واحدة، فبيعمل حسابات كتير جدا، فبتلاقي الجهاز تقيل معاك. بينما انت لو استخدمت حاجة فيها التفاصيل اللي انت محتاجها هتلاقي الموضوع بسيط. انما شفت انا واحدة كده، واحد عامل تحفة فنية جميلة جدا، بس في الشغل بتاعنا كده كده لما هتطبع هتطبع نقطة واحدة، مش هيخش في التفاصيل، مستحيل تشوفها اثناء الطباعة. الستاندرد، عملنا ستاندرد كويس جدا، اعتمدنا على الكود البريطاني، وفي بعض الاجزاء البسيطه اعتمدنا على الكود الامريكي. يعني حسينا ان في البريطاني مش واضحه، فاعتمدنا على الكود الامريكي وحطينا كود خاص بينا، بدانا نعدل فيه ونشوف ايه المزايا وايه العيوب. يعني هو مثلا في ممكن كود يقول لك انت عندك 3 طرق، طب انا جربت واكتشفت ان الطريقه الاولى هي الانسب ليا، خلاص بركز انا على الطريقه الاولانيه وبحط لها شرح وتفصيل. موضوع ال LOD، ببدأ أظبط ال LOD، وما بقاش أنا شغال مثلا هنا ولسه في أول مرحلة، وأخش في ال LOD عميق شوية، ويعني كل لسه ببتدي وأبدأ أحط تفاصيل، لأن ممكن يحصل تعديلات فيبقى أنا ضيعت وقت في التفاصيل وكده كده مش هحتاجها دلوقتي. ده ال LOD 100، مجرد بس أنت ممكن تحط طول وعرض وارتفاع، مش هتحط التفاصيل كده. ال LOD 200 بتبدأ تحط تفاصيل أكتر. اللي ودي 300 اعتقد الصور المعكوسة، يعني دي مفروض هنا اللي ودي 100، دي يقول دي 200، دي يقول دي، المفروض ان هنا في اللي ودي 100 تبقى تفاصيل قليلة خالص، ممكن مجرد بس انت بتقول طول وارتفاع بدون ما تخش تفاصيل. اللي ودي 200 تبدأ تحط له تفاصيل اكتر، اللي هي ليفل اوف ديتيل او ليفل اوف ديفلوبمنت. ليفل اوف ديفلوبمنت بتساوي الليفل اوف ديتيل مع الليفل اوف انفورميشن، مع المعلومات. اللي ودي 400 ده حاجه تصلح للشوب درونج، ففيها كل التفاصيل وتحدد الحاجه اللي انت عايزها بالظبط. اللي ودي 500 ده خلاص انت جبت المنتج وحطيته وبتبدا تشتغل عليه. دي قاعده اكتشفناها برضو من الشغل. ممكن وانت شغال تزنق في شغل، تمام، فتجيب ناس وتقول لهم خلال اسبوعين هنخلص، الناس دول ممكن يعطلوك اكتر، الناس دول لسه جايين فعايزين يفهموا المشروع، فياخدوا لهم اسبوعين على فهم المشروع. فلازم تكون مخطط من قبليها وعارف قبليها انت مزنوق ولا مش مزنوق. طب اقدر فعلا ان زنقت غصب عني؟ خلاص اجيب الناس دي واخليها تعمل لي الحاجات اللي مش اساسيه ومش محتاجه فهم، يعني يعملوا مثلا الانوتيشن، الدايمنشن، الكتابات، انما ان هم يعملوا معايا في التصميم لا، هم لازم يفهموا جت منين وراحت فين، وهياخدوا لهم وقت. كل فترة بنعمل ميتنج، ولازم يكون معانا ناس من مختلف الأقسام، ولازم يكون ناس فاهمة الفور دي مثلا، أو فاهم الفكرة، أو العدد نفسه محددين مثلا. لو كل قسم جه مش هيبقى اجتماع، كل واحد يقول كلمة هتلاقي الموضوع باظ، فبمحددين الناس اللي هتحضر الاجتماع. ممكن الاجتماع ده مثلا هنتكلم على الكود فكان بيحضر 3 بس، ما هنتكلم عن حاجة تانية مثلا في الكلاش فبيحضر مثلا 5 6 معينين، وهكذا. مخططين للاجتماع دوت.
الاوتوميتد اللي هي ان انا بستغل البرمجه في ان انا اوفر وقت، تمام؟ يعني ممكن اروح مثلا اعمل بالبرمجه اقول له وزع لي في الغرفه ديت، وصل لي وتاكد ان الكود مطبق مظبوط وما فيش مشاكل خالص، وسلم المشروع. فموضوع البرمجه دوت بيوفر وقت كتير قوي. ممكن اقول له مثلا وزع لي الفاير فايتنج كل فوق كل عربيه، مكان عربيه في الباركينج، وزع لي 2 تك 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 يروح موزع لي. فاحنا فعلا في المشروع ده، في المشروع ده تحديد، استفدنا كتير قوي جدا جدا بالبرمجه، وخصوصا بالداينامو. كنت انا مثلا يطلب مني حاجه فحس انها تاخد وقت كتير، فاروح اعملها برمجه. مثلا اعمل كرييت ل1000 شيت او ل1000 فيو، فبروح مبرمجها وخليه ياخد الاسامي مثلا من المعماري، او ياخد او يعمل بعد ما عملت الفيو اقول له اعمل لي شتات بنفس الاسامي. فموضوع البرمجه ده، وهتلاقي كل شرح الحاجات دي موجوده بالتفصيل، سواء شرح الريفت، سواء شرح البيم، سواء شرح السستينابيلتي، سواء شرح البرمجه على بيم اريبيا على اليوتيوب. ده كان المحاضره، ويعني اتشرفت ان انا حضرت المؤتمر دوت، واتمنى اكون الناس استفادت، وشكرا لكم.